هل بالفعل يعني نحن أمام ملايين من الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ؟ يعني كيف يبدو المشهد في هذا السياق سمرين؟ نعم يعني أحمد، المدخل يعني قراءة المشهد في هذا السياق ما أوردته قبل قليل صحيفة إسرائيل هيوم، أن صفارات الإنذار دوت 1800 مرة خلال الساعة الأخيرة، وأعتقد أن هذا يعني عدد غير مسبوق، أو هذا الهجوم بهذا الحجم غير مسبوق حقيقة. صفارات الإنذار دوت في مختلف الأراضي المحتلة وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي نتحدث عن معظم الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إذا لم يكن جميع الإسرائيليين، وبالتالي هناك حالة من الارباك الكبير في الشارع الاسرائيلي جراء سقوط هذه الصواريخ. اللافت احمد ان عدد الصواريخ كان كبير جدا في الدفعه الواحده، وهذا لربما ما كان يعني من اسباب نجاح وصول بعض هذه الصواريخ وعدم قدره القبه الحديديه على اعتراض بعض هذه الصواريخ.